السلام عليكم وبركاته. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ايه هي النيورال نتورك. بقول لك النيورال نتورك هي ايه. بقول لك ريسيرشرز اتمت تو سيميوليت ايه هيومن برين، عايزين يعملوا حاجه شبه الهيومن برين زي البرين بتاعنا احنا، عشان نعمل امبلمنت ارتفيشال نيورال نتورك اللي اتكلمنا عليها في فيديو الانترودكشن ده الاي ان ان. تمام، عشان تفهم اكتر بيقول لك ايه الهيومن اللي هو احنا بنستخدم 1% كالكوليشن. انت لو جيت قلت لي مثلا اضرب لي مثلا 1560 في 2570 مثلا، هل انا اقدر احسبها في ثواني؟ لا، الكمبيوتر يقدر يحسبها في ثواني. يبقى الهيومن 1% كالكوليشن. تمام، 99% اندرستاندنج، احنا الفهم بتاعنا اعلى من الكمبيوتر. انما الماشين بقى العكس، 99% كالكوليشن تقدر تحسبها بسرعه، انما اندرستاندنج عندها ضعيف. فاهمني؟ بعد كده بيقول لك ايه بقى الهيومن برين، من هيومن برين ل artificial neurons، ده النيورون نتورك اللي عندنا، وهنا ال ANN حاولوا يعملوا حاجة شبهها. بعد كده عندي هنا ديت اللي احنا هنتكلم عليها بشكل أساسي في مسائل السنجل لاير والمالتي لاير. الأول بيكون عندي ال inputs، عندي ال weights، وعندي بعمل summation ليهم، بضرب x1 في w1 زائد x1 في w2 هكذا. بعد كده بدخلها على اكتيفيشن فانكشن ويطلع لي الاوتبوت. طب ده هنا كلامي، اول حاجه الانبوت لاير، بعد كده في عندي الاوتبوت لاير، عندي الويتس، عندي الاكتيفيشن فانكشن، عندي الليرنينج فانكشن اللي هي بتبقى الليرنينج ريت اللي احنا هنتكلم عليها في المسائل يعني، وعندي الهيدن لاير لو عندي هيدن لاير يعني. بعد كده الاكتيفيشن فانكشن ايه هي؟ بيقول لك هي داتا مس مس اذا ماثيماتيكال فانكشن ذات از ابلايد ايه بقى؟ ذا اوتبوت اوف ا نيرون في النيورال نتورك نود والنيرون. تسمح لي ايه بقى؟ تسمح للنيورال نتورك تعمل ايه؟ to learn more complex patterns in the data. يعني زي عندنا اهو الاكتيفيشن فانكشن اهو، هتاخد النتيجه من السميشن بعد البايس، بعد ما بيعمل السميشن ويضيف البايس يدخل على الاكتيفيشن فانكشن عشان اطلع الاوتبوت. هو بيعمل ايه؟ allow the neural network to learn ايه more complex patterns in data. في عندي حاجات من ال اكتيفيشن فانكشن، عندي دول، عندي حاجة اسمها ستيب فانكشن، لو الاكس اكبر من او يساوي زيرو يبقى بواحد، لو اقل من زيرو يبقى بزيرو، مفيش نيجاتيف يعني. انما هنا بواحد وبسالب واحد، واحد لو هي كانت موجة وبسالب واحد لو كانت نيجاتيف يعني. وعندي السيجموي فانكشن بتكون بالشكل ده، وعندي اللينير فانكشن. تمام، طب ايه الاكتيفيشن فانكشن اللي هنستخدمها في المسائل؟ هنستخدم السيجموي فانكشن اللي هو قانون بالشكل ده. وبس كده، ده كان فيديو بيتكلم على النيورال نتورك وايه شكل النيورال نتورك، وكنا بنتكلم على ايه الستبس اللي هنمشي بيها في المسائل، واتكلمنا على ايه الاكتيفيشن فانكشن وان اكتيفيشن فانكشن هنستخدمها في المسائل ان شاء الله. بس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنساش جيب مي تامز اب اند بيس اوت.